من وقت جمال عبد الناصر وعربيات النصر ومصر كانت بتحاول انها تدخل في صناعة انتاج السيارات من تاني، لكن كل مرة كان الموضوع بيفشل. اللي اتغير دلوقتي ان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والصناعة بيدور على المعوقات والمشكلات اللي بتواجه تصنيع السيارات ويحلها، لان الدولة بتستهدف الصناعات المحلية لجذب الاستثمارات والشركات العالمية فانها تيجي وتشتغل في السوق المصري وتحديدا في التصنيع المحلي، مع مشروع مجمع صناعات السيارات اللي هيتعمل في شرق بورسعيد مع شركات عالمية بتضم 3 مصانع للبدن والدهان والتجميع، اللي هتخلي الصناعة المصرية تنهض وتدعم الاقتصاد القومي وتوفر فرص عمل، خاصة وان مصر عندها المقاومات البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا اللي تأهلها لده، بالاضافة ان مصر سوق استهلاكي كبير بيساهم في نهوض الصناعة لسد الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج. ووفقا للخطة اللي بتركز على ترشيد الواردات، الوزير قال ان هيتم الاستفادة منها في كل المجالات اللي بيحتاجها السوق المحلي وتصنيعه بجودة عالية، وتشجيع الصادرات والاستفادة من اللي بتقدمه مصر من مواد خام أولية وصناعات زي الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرهم، وده هيساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري والتركيز على الجودة عشان ينافس الأسواق الخارجية. الفترة اللي فاتت اتنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع مختلفة في مجالات السكة الحديدية ومصنع سماف وإنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديد و4 للقطر الكهربي. الوزير كمان لغى اجازه السبت في الهيئه العامه للتنميه الصناعيه عشان يدي مساحه اكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين وتسهيل العمل عليهم والسرعه في الاجراءات الخاصه بتراخيص المصانع وحل كل المشاكل الخاصه بها.